مرحب حبايبي، اليوم بدعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو بالموز، كتير سهلة وسريعة. عنا اول شي كريمة سائلة، موزتين، بسكوت، 6 بسكوتات من هولي بدي نعمهم انا وياكم. كنت عم نعمهم وانتبهت انه بدي فرجيكم على البسكوت شو نوعيته او اي نوع بسكوت متوفر عندكم. وكمان عنا ملعقة صغيرة نسكافيه وملعقتين صغار سكر. مكوناتها كتير بسيطة وسهلة، وممكن نستغني عن البسكوت، يعني صارت عنا اذا بدنا نعملها وما عنا بسكوت موز، كريمة سائلة، نسكافيه، بثلاث مكونات. نعم البسكوتات، بسم الله. ما بنعمهم كتير، بنعمهم شوي بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ شي خفيف. حطيت مي فوق النسكافيه، مي مغلي، بحركهم شوي ليدوب السكر. بحط على البسكوت. طريقتها كتير سهلة وبتتحضر ب5 دقايق فقط. يعني اذا عندك ناس ضيوف جايين فجأة فيك تعمليلهم هيدي الحلو السريع. هلا بحطهم لهولي على جنب، بدخل فوق الكريمة، بخفقها على سرعة عالية. بس صار عندي الخليط بهيدا الشكل. هلا رح حط نسكافيه فوقهم، بسم الله، 3 معالق صغار. كمان برجع بخفق على سرعة عالية. كمان بحط بعد ملعقتين لتعطي نكهة النسكافيه الكريمة، يعني حطيت 5 معالق نسكافيه. انتهينا من التخليط، هلا بدنا نحط الموز، بسم الله. نحطهم على البسكوت. اذا ملاحظين شغلي، يعني هلا لنا حوالي 2 دقيقة عم نشتغل فيها او 3 دقايق. كمان بحط بعد بسكوت، كمان بحط بعد موز. بوزعهم على البسكوتات. اذا بدنا نعملها لهيدا الحلو للاولاد صغار، ممكن بدون النسكافيه نحط نسكويت. مثل ما بقلكن على طول، الحلو والطبخ مش هالمعقد، يعني فينا نستبدل، يعني فينا نستبدل شي بشي. هلا بحط خليط الكريمة، بسم الله. مدوا نفس المستوى. هيك
هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم، اخذت معنا حوالي 5 دقائق بالتحضير، هلا بحطها حوالي 2 ساعة بالبراد. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد 2 ساعة، هلا عندي شوكليت شيبس من هذا الشوكولا، برشهم بزين فيهم، اكيد التزيين حسب الرغبة، يعني انتو مثل ما بدكم بتزينوا. مثل ما قلت لكم هيدي الحلو اذا حبيتوا ما تحطوا بسكوت ما في اي مشكلة، يعني بس فنجان صغير نسكافيه ودبل كريم وموز، يعني فينا نعملها فقط من 3 مكونات ونزين حسب الرغبة. هلا بدنا نشوف كيف طلعت. بسم الله، واو شفتوا شو كريمي، هيدا الشكل النهائي. اوبس، هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم، بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.